ده مفصل الهوك بيبقى فيه التهاب، فبيبقى بيحصل فيه تورم، ده بيبقى نوع من اسمه بوج سبافن، فبنضطر ان احنا نسحب الفلويد اللي من جوه بس بتخش جوه المفصل. طبعا المفصل ده كان فيه التهاب شديد المره اللي فاتت، فاحنا اضطرينا نديله كريمات ونعمل له كمادات ميه تلج على اساس ان هو المفصل التهاب بتاعه يقل شويه. المره دي احنا بنحاول نطلع السوائل اللي من جوه لان فيه تورم شديد البوج سبافن، وبعد ما نطلع السائل شويه لان هو حتى السائل فيه التهاب، فطالع اللون بتاعه مش اصفر، اللون بتاعه يعني مقارب كده، الصفار بتاعه مقارب للون الاحمر نتيجة الالتهاب اللي فيه. طبعا بعد ما بنسحب السوائل بنحقن جوه نوع من انواع التزييت زي الهيالورونيك اسيد مع الكورتيزون، وطبعا هو ماشي على كورس مضاد حيوي.